600 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة هو عدد المشاركين في معرض الإنتاج الجزائري في طبعته 30. المعرض الذي يعد فضاء للقاء بين الفاعلين الاقتصاديين من مختلف القطاعات وفرصة لعرض تطورها في ظل توجه الدولة نحو دعم المستثمرين سعيا إلى النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الإنتاج المحلي. شيء جميل أن نشوف يعني الدولة الجزائرية راهي مهتمة أكثر فأكثر بالمنتوج المحلي تدعمه، وهنا يعني أوني برونور كما نقولوا يعني مدى بينا ويشجعنا أكثر فأكثر من شان نزيد في الاستثمار من شان نزيد نطرح منتوجات اللي تواكب العصرنا وتواكب يعني احتياجات المستهلك الجزائري. الاستراتيجية الجديدة تاع الدولة الجزائرية سي تشجيع الإنتاج الوطني. On va pas, on va devoir nous rendre compte qu'on toujours de l'importation, sachant que on a des capacités, on a un potentiel énorme. شعبة الصناعة الكهرومنزلية وصناعة النسيج من بين أهم الأمثلة الناجحة عن النهوض بالإنتاج الوطني في قطاع الصناعة، رغم بعض العراقيل التي تسعى الدولة للعمل على تداركها. البروبليم اللي كاين برابور لا ماتيير بروميير باس كاينه اون كريز أزمة عالمية من ناحية القطن. السياسة المنتهجة الجديدة سي بزراعة القطن في دو تيريتوار ناسيونال دو فار اون سورت دو فاسون اسكو البرودوي القطن يولي منتوج جزائري. زي ما لاحظنا في السنوات الأخيرة تحدث ارتفاع كبير في أسعار اللي خلات يعني المستثمر الجزائري المستهلك الجزائري ما يكونش عنده يعني انه غطاء اي نابا اكسي لجميع المنتوجات. هذا راجع يعني لكثرة نقولوا لي دوازي تاكس لوغمونتاسيون دي دوازي تاكس. معرض الإنتاج الجزائري يأتي هذه السنة في ظل جهود حثيثة تبذلها الدولة للرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، وذلك بالدفع بكل ما هو إنتاج محلي.